الورقة النقدية الجديدة، تمسك بالهوية العربية ومواكبة للعصرنة العالمية وانسلاخ عن الفرنسية. الورقة النقدية حملت في صفاتها تجديداً نقدياً وثقافياً والتوجه للعربية والإنجليزية لأول مرة، انتصار اقتصادي للجزائر. الورقة النقدية استعمل فيها الخط الكوفي على عكس ما يروج له أنه خطأ لغوي، لأن الخط الكوفي يرسم على نفس النحو الموجود في الورقة النقدية. التوجه للإنجليزية أثار الجدل والغضب في فرنسا، الذين اعتبروا الورقة الجديدة صفعة لهم. الشكل الجديد للورقة النقدية جعلها تبدو أجمل من العملات العالمية، بموروث عربي أصيل يحاكي التطور الحاصل في العالم. الجزائر الجديدة تجديد وعصرنا وتمسك بالهوية العربية. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.